طبعا فضيلة الشيخ بيكلمنا من الناحية الدينية، أما هنتناقش مع حضرتك من الناحية النفسية والأسرية والاجتماعية. وحضرتك عارف إن الناس حاليا عندها فوبيا، يعني أقول لحضرتك إيه، بمعنى جنان بموضوع الحسد والسحر ده. كل واحد يقول لك إيه، ده أنا اتحسدت، ده أنا ولادي ما أعرفش جرى لهم إيه، ده أنا مش عارف أروح فين وأجي منين، ومعيش نفسه سجين هذه الأفكار. دكتور وليد، فأنا عاوزة أعرف من حضرتك إيه الأسباب النفسية اللي بتجعل الشخص بيخاف بشكل مفرط من الحسد والسحر عن غيره؟ اتفضل يا فندم. احنا عندنا بعض انماط الشخصيه زي الشخصيه الوسواسيه. الشخص الوسواسي ده بتلاقي فيه افكار دايما مسيطره عليه كده غريبه، من ضمن الافكار الاقتحاميه اللي ممكن تعيق اداء الاجتماعي وسواس الحسد، ان هو يعتقد ان هو طول الوقت محسود، اي مشكله بتحصل له نتيجه الحسد، عدم تطور نموه الاجتماعي نتيجه الحسد، الازمات اللي بتعتريه ان هي ما بتخلفش، او ان هي سنها في الجواز تقدم وما اتجوزتش، او اتجوزت واتطلقت، او الاصابه بالامراض المتتاليه او الحوادث، كل ده بيبقى نابع للحسد. ده بنرجع بقى نقوله ايه، نمط الشخصيه عليه عامل طبعا، انما تكوين الشخصيه والتنشئه الاجتماعيه بتاعتها بتخليها كل تفكيرها يذهب بالحسد. احنا عندنا حاجات في التربيه بتاعتنا انا بعتبرها من الحاجات اللي هي وصمات اجتماعيه في التربيه بتخلينا دايما نعتقد ان احنا محسودين. زي ايه مثلا؟ اول ما بنتولد بنجيب لابننا خرزه زرقاء، ما تعرفيش ليه، يعني ايه علاقه الخرزه الزرقاء؟ وخمسه وخميسه يا دكتور، وخمسه وخميسه، الخمسه وخميسه اللي هتمنع الحسد يعني. ده خمسه وخميسه يا عريس يا عروسه، حتى الاغنيه بيقولها لهم كده اهوت وما بيتزفوا. وحدوه الحصان اللي بتتعلق على المحلات وعلى مدخل البيوت. طيب ولما نيجي نذبح في العيد بنحط كف الدم على الحصان. طبعا طبعا دكتور وليد، ده يعني ده يعتبر مفهوم وراثي يعني من الاجداد مثلا، يعني انا اعرف لو رجعنا للخلف الفراعنه كانوا بيخافوا برضو من الحسد والسحر والكلام ده، مظبوط؟ هو موروث ثقافي. موروث ثقافي. طبعا، انما خلينا نقوله ابنك على ما تربيه، يعني انا وانا ربيت اولادي على ربط السبب بالنتيجه، على ان يبقى عندهم ثقه في نفسهم، على ان هم يركزوا في نفسهم ويذاكروا في ورقتهم، ما يبصوش للناس ولا الناس بتبص لهم ازاي، كل ده الانسان هيطلع متحصن نفسيا من عمليه طبعًا الحسد. طبعا بلس ان في بعد مهم جدا يا دكتوره برضه بنشوفه، هو السوشيال ميديا. يعني هو ليه الاستعراض قوي كده في حياتنا على السوشيال ميديا، في خروجاتنا وقعداتنا ومقاييسنا. حضرتك ضد الاستعراض ده على السوشيال ميديا؟ طبعا احنا طبعا احنا ضده، بس احنا بنتكلم برضو ان احنا مش عايزين نبقى عندنا خوف وهلع قوي كده من الموضوع ده، طالما تحصلنا يا دكتور، او طالما زي ما حضرتك قلت التربيه داخل البيت كويسه.